ولا بد أن نعلم أن فضائل الأعمال التي يقوم بها الإنسان الذي أكل أموال الناس بالباطل، ربما يكون أكل أموال الناس بالباطل وهو يعمل أعمال صالحة، عنده عبادات وطاعات ويصلي في الصفوف الأولى ويتصدق، ففضائل الأعمال حتى ولو حج واعتمر كل عام فضائل الأعمال لا تكفر حقوق العباد. ولابد أن نعلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسخ رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا بالنسبة للعبادات المتعلقة بالله سبحانه وتعالى، إنما إذا كانت هناك عليه حقوق للعباد فوالله لو حج كل عام لا تكفرها الإيه؟ حقوق العباد لا تكفر لا بحج ولا بأي أمر من الأمور إلا بردها إلى إيه؟ إلى أهلها.